إذن كاين زلزلة، كاين بزاف أمور لازم نفهموهم حنا، ماش فاهمينهم، علاه؟ ديناهم غامضين هكذاك، غامضين. الحساب، الميزان، كذا، أنت ماكش متصور واش كاين. لازم تفصيل. لازم نقعدوا نتفصلوا مليح مليح باش يولي الإنسان يقدر يتصور. الزلزلة التي تكون يوم القيامة على أنواع، ماشي واحدة. تكثر الزلازل، شوف، قال وكثرة الزلازل، وكاين إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا رجت الأرض رجة، هذيك وحدها وهذه وحدها. كاين زلازل هي علامات، وكاين زلازل هي أهوال. والفرق ما بين نهاية الدنيا وبداية يوم القيامة، يعني كاين احنا مرحلة يسموها الأهوال، وكاين مرحلة يسموها علامات ساعة. اللي نسموهم حنايا علامات، ومن بعد كاين أحداث، أحداث ما قبل يوم القيامة، ومن بعد كاين يوم القيامة. يعني أحداث ما قبل يوم القيامة ذوك الدجال والمسيح عيسى بن مريم وكذلك المهدي وغيرهم، هذوك سموهم احداث، هذيك ماشي يوم القيامه هذيك. ومن بعد يموت عيسى عليه السلام، وكان مات الدجال والمهدي يموتوا كاع، وعيسى يمكث، يموت عيسى ويحج الى البيت ويعتمر ويتاجروا الناس ويتزوجوا وتعاود تولي حياه اخرى جديده. يعني هذوك عباره عن احداث يوقعوا قبل يوم القيامه، هذيك ماشي احداث يوم القيامه. ومن بعد كاين احداث يوم القيامه اللي هي سموها حنايا بداية الهول، أهوال يوم القيامة، ومن بعد كاين أحداث يوم القيامة اللي هي بعد النفخة الثانية كي نوضنا ربي عز وجل نبداو نتحاسبوا، هذاك الميزان والحساب وتطير الصحف وكذا ويجيب ربي جهنم، هذيك أحداث يوم القيامة، هذاك وحده. وكاين أحداث أهوال يوم القيامة، الهول كيفاش الدنيا تتعجن، كيفاش الشمس كورت والنجوم انكدرت والبحار سجرت والأرض زلزلت، هذوما أحداث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. احنا إن شاء الله ما نكونوش حاضرين فيها. هذيك الآن علاش نقول لك علاه؟ لأنه ربي خلى الدنيا مستقرة هكذا حابسة، الأرض حابسة كما راهي. حابسة الأرض لا تتحرك. ما تدور ما والو، قرار حابسة الأرض. الآن هذه الأرض هذه حبس كي راهي حابسة هكذايا، الاستقرار تاعها هذا، والشمس هذيك اللي راهي تتحرك، والقمر اللي عنده مجرى تاعو، والهواء اللي راك تشوف فيه الان، والنجوم اللي راهي تزين وتظهر وتروح، وكل حركه في الدنيا راهي بحساب. كل حاجه بحساب. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كاين ميزان تاع ربنا سبحانه وتعالى، تحسبها 21 مارس يدخل ربيع، 21 جوان يدخل الصيف، دقيقه بدقيقه عند ربي سبحانه وتعالى. يعني دوكا لو كان تجي اليوم تلقى المغرب السبعة وعشرة، المرة الجاية العام الجاي في النهار هذا بدا تلقى سبعة وعشرة بالدقة بالدقة بالدقة. يعني كاين دقة من عند الله عز وجل. تعرف الدقة هذه علاش راهي تمشي هكذا؟ على جال هذه القعدات هذو، على جال ذكر الله. كي رانا نذكر الله مادام ربي راه يعبد، مادام كاين لا إله الله موجودة، غير يموت اخر انسان مؤمن تكون في قلبه مثقال ذره، يبعث ربي نسمه تقيس الناس في اباطهم، هنا تقيسنا، هذيك النسمه تضربنا غير هنا برك، نموتوا كامل، تصيب كل انسان، كل واحد كل واحد، والله يلبس 50,000 كوفيرتا، والله يكون في قلبه مثقال ذره من ايمان يموت، تقيسوا هذيك النسمه، سما قيساتك قيساتك. اذا هذيك النسمه واش دير؟ تقبض ارواح جميع من يقول لا اله الا الله، غير يموتوا هذوك تقوم القيامة. لأنه خلاص الدنيا ما تحتاج تقعد، ما بقى لهاش. ما دام خلاص الخير تخلص الدنيا. كي يخلص الخير يخلص لا إله إلا الله، تخلص ما كاشها، ما كاش اللي يحمل لا إله إلا الله. يقول لك ما كاش الدنيا واش تقعد تدير دوكا، هول لحم، تبدأ النجوم تنكدر، السماء تتفتح، الشمس تكور، الأرض هذه تزلزل، وكذلك البحار تسجر وتخرج منها البراكين وغير ذلك. هذاك الوقت خلاص ما كاينش استقرار، ما كاينش حاجه تقعد حابس، خلاص كما يقولوا تترون الدنيا كامله كما راهي، والناس تمشي. هذوك الناس اللي تقوم عليهم الدنيا في هذاك الوقت، تقوم عليهم القيامه، اهوال القيامه، هذو نسموهم اهوال، اهوال تتهول معناتها. هذو الاهوال، هذيك المرحله تاع الاهوال لا تقوم الا على شرار الخلق. سمعت هذيك وحدها. الآن رجت الأرض رجة في هذاك الوقت. هذاك الوقت، يعني كاين زلزلة تصرى. هذيك الزلزلة ما تخلي حال على حال. يعني الدنيا تتعجل، ما تخلي حال على حال.
بصح كاين زلازل يصراو الان قبل قيام ساعه، هذوك علامات. وهذه الزلزله اللي ذكرها ربي هي اهوال، باش تفرق انت، باش تقول لا او مازال زلزله ماشي درك حتى اليوم قيامه. كاين زلازل، قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر الزلازل من علامات الساعه، تكثر الزلازل راهي كثرت الان. شوف الان انا تبعت من سنه 1980 ارواح لهنا، كم شوف يعني باش تشوف بلي كاين ناس عجيب امرهم سبحان الله. والمعلومه كي تجي من عند الانسان انا والله من امن حتى نثبت فيها، ويجيبها لي ويقول لي قالوا النوع قراونا كذا، هذيك بلحها انت وحدك، انا والله ما بلحها، روح نبحث. لاني تبعت من 1980 نهار ضربت زلزله تاع الاصنام، وحنا بنكبروا نتعلموا نقراوا ونشوفوا، ويقول لك هذه منطقه زلزاليه وهذه منطقه ماشي زلزاليه، ومن بعد تكثر الزلازل في هذيك المنطقه، ما يقول لا لا زلزاليه، هذه زلزاليه، هنا الصفائح هنايا تكتونيه راهي تلتقي. ومن بعد يقول لك لا لا، ومن بعد ربي عز وجل يدير لك منطقه واحده اخرى تكثر فيها المعاصي او غير ذلك، ربي يحركها يحركها يحركها، لا لا هنا كاينه. ومن بعد يجوا الناس ياخذوا شاطئ من الشواطئ ويرتكبوا فيه كامل المعاصي التي تغضب رب العالمين، ربي يهجم عليهم البحر يقول لك لا لا كاين تسونامي هذا داخل البحر، اعطي له اسماء واش حبيت. ربي سبحانه وتعالى زلزل الارض، زلزلها بذنوب العباد، فكثره الذنوب هذه تكثر تكثر معها زلازل. ياك عمر بن الخطاب زلزلت الارض في المدينه، تحركت حاجه قليله قال لهم تزيد تتحرك، فيما يروى عنه على كل حال قال لهم تزيد تتحرك المره الثانيه يخرج منها، قال لهم خاطر سمعتها الذنوب راح يبداو يكثروا نخرج من المدينه. اذا الان هذا الزلازل اللي تكون في اخر الزمان هي علامات، ماشي هذه هي. اذا رجت الارض رجة اي بمعنى في اهوال يوم القيامه، كما الدنيا تبدا تخلط، وهذه اللي كان يقول عليها الرسول عليه الصلاه والسلام شيبتني، قاعد يتفكر اليامات كيفاش تكون لما تتهول الدنيا ولما الناس تغادر هذه الدنيا وتذهب الى الاخره. وبست الجبال بسا، ها القرينه الثانيه كذلك، وبست الجبال بسا اي بمعنى فتتت، كما نقولوا احنا كاين واحد النوع تاع الكسره يقول لك مبسه تتفتت، هذيك النوع هذاك واش معناتها مبسه؟ مبسه بمعنى تولي تتفتت الارض، تولي الارض يفتتها ربي تفتت. وحنا يعني اللي هي الجبال، الجبال العظيمه، احنا ذكرنا الجبال على اربعه انواع في القران الكريم يوم القيامه تكون من بين هذه المراحل، قلنا هذه المرحله تسير سيرا تدك دكا، وبعد ربي عز وجل يجعلها هباء منبثا. وبست الجبال بسا اي فتتت، يعني تصير يعني كالفتات كيما الرمل، كامل الجبال تولي هكذاك، الجبل كيما راه يولي رمل وحده، جبل هذاك تشوف فيه يابس هكذا وحده يولي رمل، كما قال الله عز وجل وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يعني اي بمعنى تولي هذه الجبال كما الكثيب كما لي دون هذوك تاع الرمل، تولي هكذاك الجبال خلاص تتفتت تولي مثل الدقيق والرمل.